بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلينا وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إمام المحدثين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، وضعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. الباب 18 من الكتاب 52، كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. يعني يأتي زمان الإنسان يتمنى أنه يموت ولا يحضر هذا الزمان من شدة الفتن التي فيه، التي يتعرض فيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وده إمتى؟ بعد ما يموت سيدنا عيسى بن مريم، بعد ما ينزل سيدنا عيسى بن مريم يعيش مدة حوالي 40 سنة، لأن عيسى رفع 33 عمره، هينزل برضو 33. ليه؟ لأنه في السماء الثانية، الدقيقة هناك في السماء الثانية بألف سنة، فكأنه قاعد هناك في السماء الثانية دقيقة ونص، في حين ان الدقيقة ونص هناك دي 1500 سنة هنا، فهينزل زي ما هو، لا قاع لسه ولا راح دورة مية ولا احتاج يعمل اي حاجة، لكنه طلع ونزل. فهمت بقى ازاي؟ فلما هينزل سن 33 برضو زي ما اترفع. ومش عشان كده ربنا بيقول يكلم الناس في المهد وكهله، كلامه في المهد معجزه، وكلامه في الكهوله برضه معجزه، لان نزوله تاني هيفاجئ الناس انه بيتكلم لسه، الناس متصوره انه مات او صلب، مش بيقولوا عليه كده؟ فينزل فجاه يكلمه. فهمت بقى ازاي تاني؟ يبقى كلامه في الكهوله معجزه ككلامه في المهد، وده يدل اشاره على انه هينزل في اخر الزمان يكلم الناس في حال كهولته، والكهولة تبدأ بسن 33. فهمت؟ هيعيش بقى 40 سنة، عشان لسه يتجوز، وهتجوز واحدة مصرية، واخد بالك، من مصر، عشان هو اتربى في مصر برضو، فهيتجوز من مصر وغالبا من البهنسة، واخد بالك. المهم يتجوز ونعمل له فرح والمصريين يفرحوا بيه، تمام التمام، وبعدين يعيش بقى في تبات ونبات لحد ما يمر عليه 40 سنة، يبقى بقى 73 سنة، يقبضه الله ويدفن بجوار النبي في المدينة المنورة، كويس. وبعد كده المؤمنين يعيشوا والمسلمين يعيشوا في أمان الله، ما فيش يهود بقى اللي هم بيصيروا الحروب وبيبيعوا الأسلحة، ما هو قتلهم عن آخرهم مع قتل الدجال، فأصبح الناس يعيشوا الكافر في حاله والمؤمن في حاله، لا ده بيحارب ده ولا ده بيحارب ده، يتاجروا مع بعض ويعيشوا مع بعض ويسافروا مع بعض، المؤمن بإيمانه والكافر في كفره، يعيشوا كده فترة من الزمن بدون حروب بقى، حياة كده عادية، تجارة وسفر وأكل وشرب وزواج وحاجات كده، لحد ما ربك سبحانه وتعالى في يوم من الأيام يعمل إيه؟ يطلع الشمس من مغربها. احنا قاعدين اهو في مسجد الاشراف، نخرج بعد الدرس الصبح نبص نلاقي الشمس مش طالعه من المشرق، طالعه من المغرب. فهمت بقى ازاي؟ طلوعها من مغربها معناه ايه؟ انغلاق باب التوبه. انغلاق باب التوبه يعني المسلم يفضل مسلم، والكافر حتى لو دخل في الاسلام لا يقبل. فهمت بقى ازاي؟ انغلقت باب التوبه. في هذا الضحى اليوم ده تخرج الدابه. تعلم بقى الناس. تضرب الكافر بعصا سليمان على جبهته وتسيب له علامة، ختم كفر،
ومعاه خاتم سليمان، عصا موسى وخاتم سليمان. خاتم سليمان تمسح بيه جبهة المؤمن، تقوم تترك فيه أثر إنه مؤمن، ويعيشوا الناس تاني، وانتهت. ترجع تاني يوم تطلع الشمس من مشرقها عاري، والحياة تبقى طبيعية تاني، وإيه، والكافر يفضل كافر والمؤمن يفضل إيه مؤمن، وانتهينا على كده لحد ما يجي ريح خفيفة تقبض إيه كل نفس مؤمنة، فكل المؤمنين يموتوا، ويرفع القرآن من الكتب. تفتح كده الكتاب تلاقي الصفحة بيضة، فيش حروف، خلاص رفع المصحف. رفع المصحف بموت المسلمين المؤمنين، وبإيه، وبمحو المكتوب في الكتب، ولا يبقى إلا الكفار. في الفترة دي بقى يجي واحد من الحبشة اسمه ذي السواقتين، ربنا يمكنه من الكعبة يهدها، لأن ملهاش لازمة بقى الكعبة اللي بيروحها المسلمين، فهمت؟ المسلمين ماتوا، فيروح ربنا يمكنه من الكعبة فيهدها ويقتلع أحجارها وياخد إيه كنز الكعبة اللي هو الذهب الموجود داخلها، فهمت بقى إزاي؟ فهنا النبي بيتكلم على إيه، على المرحلة دي بقى، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحط قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش. سمى ذو السويقتين يعني رجليه مقوسة رفيعة، كأن النبي شايفه رجليه مقوسة ورفيعة، فهمت زي رجلي كده مفتوحة كده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، ظلم يعني من الظلمة، من إيه، من الحكام الظلمة، يكون أصله قحطاني من العرب القدامى إيه، ويسوق الناس بإيه بعصاه. هل هيخرج ده لسه قدام، ولا الظلمة اللي فاتوا دول واحد كان منهم؟ لكن إحنا برضو مر المسلمين عليهم يعني ظلمة كتير، فتحتمل تكون العلامة دي مرت وتحتمل إنها لسه هتيجي، فهمت؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، اللي هو إيه أيام إيه التتار، يعني دي عدت. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، المغول. يبقى المغول والتتار كانت علامات إيه، قتالهم علامات من علامات الساعة وتمت، واضح؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، يقصد بني أمية، لأن هيقتلوا كتير من المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وملوك بني أمية عكوا الدنيا عك شديد، إجرام ما بعده إجرام، انتهكوا حرمة الكعبة وحرمة المدينة. ولما دخلوا المدينة في واقعة الحرة انتهكوا حتى أعراض نساء المؤمنات وبنات الصحابة، لدرجة أن 10,000 امرأة حملت سفاحا، شفت قد إيه، يعني عملوا بشاعة ما فيش بعد كده بشاعة بني أمية، واخد بالك إزاي؟ وقتلوا سيدنا الحسين ومعاه 120 من آل البيت، كل ده من أجل الصراع على الحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يهلك الناس يعني العرب يعني هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال لو ان الناس اعتزلوهم ما يلاقوش جنود يحاربوا معهم، بس اقعد ما تخرجش معهم بسيفك، ساعتها مش هيعرفوا يعملوا حاجه. لكن بني اميه كانوا يغروا الناس بالخروج معهم بايه، بالاموال، اشتروا زمام الناس بالاموال والمناصب، فبقوا يقتلوا سيدنا الحسين وعينيهم بتدمع زعلانين، ليه؟ علشان وعدوهم بالمال والمناصب، فهمت ازاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لو ان الناس اعتزلوهم لا يجدوا ايه ناصر لهم ولا مقاتل معهم، هيعملوا ايه؟ يقعدوا خلاص انتهينا. لكن ده ما حصلش، لانه استغلوا طمع الناس في المناصب والاموال، فبقوا يشتروا زمام الناس وديانة الناس بالاموال، واضح؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده،
دي برضو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أنبأ بالغيوب. وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وده حصل بعد وفاة النبي كمان، يعني النبي بيخبر بالغيوب وما زالت الأحداث تثبت أن النبي صادق في مقالته صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطوا عليهم. ده لما يبقى ايه؟ بقيادة سيدنا عيسى بن مريم. دي الحرب اللي هتبقى بقيادة سيدنا عيسى بن مريم، ويفتتحها بقتل المسيح الدجال، ثم بعد ذلك تقوم الحرب الكبرى اللي هي بين المسلمين واليهود. تقاتلكم اليهود فتسلطوا عليهم، يعني تنتصروا عليهم وتمكنوا منهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. يعني كل شيء يتكلم، حتى الجماد يتكلم، يدل المسلم على اليهودي المختبئ خلفه، إلا الغرقد وهو شجر اليهود. وعشان كده الوقت من حيفة للقدس على الجنبين غرقد، وبيزعوا الغرقد في كل حتة، لأن هم برضو عارفين إن هتيجي مقتلة كبيرة في آخر الزمان مع المسيح الدجال، وإن اللي هيحميهم في الاختباء هو الغرقد بس، عشان كده بيكثروا من زراعة الغرقد. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، من أقطار الأرض يجيبوهم في البقعة دي، البقعة دي حيث يذبحوا فيها، ده بيستر علينا، بدل ما يبقوا هم متفرقين في الكرة الأرضية هنروح بقى نجري وراهم في كل حتة، في البرازيل وفي كندا وفي أيرلندا وفي لا، هم ربك جمعهم لنا عشان يذبحوا هنا. فهمت ازاي؟ فربك سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء، تقوم يعمل الدعوة الصهيونية اللي تجمعهم لك من جميع أقطار الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فهمت ازاي؟ فيجيبهم من جميع أقطار الأرض في الحتة دي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. يعني يطلع ناس كتير مدعي نبوة، يعني كل شوية يطلع لك ناس تدعي النبوة. وأصل القديانيين مجرمين، ما هو منهم أحمد قديان ما قال إن هو رسول، واخد بالك؟ فقالوا له: بس احنا عندنا القرآن بيقول خاتم النبيين. قال لهم: قال ده خاتم النبيين، ما قالش خاتم الرسل. شفت الغباوة. ده خاتم النبيين، لو قال خاتم الرسل يبقى يحتمل يجي نبي، لأن ليس كل نبي رسول. لكن أقول خاتم النبيين يبقى لا نبي ولا رسول. فهمت بقى ازاي؟ غباوة في اللغة. وخال كلامه ده على الناس اللي مشيت وراه واقتنعوا بيه، قالوا فعلا هو لا يخالف القرآن. بس هو قال لهم كده، قال لهم: انا لا اخالف القرآن، لكن انا جبتكم بقرآن جديد وكلام جديد بوحي جديد. فهمت ازاي؟ فعمل تعديلات كتيرة وكفر اللي مشي وراه. انواع كتيرة بقى، كل شوية يطلع لك ناس من هذه الانواع. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، إن ربنا بعته يعني. ونقف على باب ذكر ابن صياد غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وما تحب وترضى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.